أنا الحقيقة سعيد جدا إن أنا ألتقي بيكم النهاردة وأطمئن من خلالكم على الكفاءة والحالة الفنية والقتالية العالية للقوات المسلحة. جزء كبير هنا من القوات المسلحة سواء كان من القوات الخاصة أو من القوات الجوية موجود وجاهز لتنفيذ أي مهام. والحقيقة اللي أنا شفته حتى الآن أمر عظيم جدا وبيعكس قدرتنا. ودايما اقول ان الجيش المصري جيش قوي صحيح ومن اقوى جيوش المنطقة صحيح، ولكن هو جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد، جيش بيأمن مش بيعتدي. دي استراتيجيتنا وده عقائدنا ودي ثوابتنا اللي ما بتتغيرش. وانا متأكد ان احنا اذا احتاجنا منكم عمل وتضحيات زي ما بيتم في كتير من الأنشطة بتتم ما يمكن ما حدش كتير يعرف عنها هنا في المنطقة الغربية على كامل الحدود مع الدولة الشقيقة ليبيا، أكتر من 1200 كيلو بيتم تأمينها النهاردة بقالنا أكتر من 7 سنوات بالقوات الجوية وبالقوات الخاصة وبقوات حرس الحدود وبقوات كثيرة جدا الحقيقة. اسمحوا لي ان انا اشكركم واقول لكم يعني كونوا مستعدين لتنفيذ اي مهمه هنا في داخل حدودنا او اذا تطلب الامر خارج حدودنا. بشكركم وربنا يحفظكم. شكرا جزيلا. شكرا. وصل الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. حرس الشرف، السلام الوطني، سلام، سلاح. Thank you.
السيارات فين؟ سلح. دوران للخارج، للخارج، دور. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم. منذ أن أنشئ الجيش المصري وهو يتبنى عقيدة قتالية تدافع عن الأرض والعرض وتحمي مصالح الدولة ضد كل من يتجرأ عليها أو يهدد أمنها واستقرارها، ومن هذه العقيدة ارتوى كل مقاتل مصري ينتمي لهذا الجيش الوطني الأبي، ليرتكز ورفاقه على دعائم صلبة، فيتحمل المقاتلون سوياً هذه المسؤولية العظيمة ويذود بالغالي والنفيس من أجل حماية مصر وشعبها العظيم، مما يفرض علينا أن نكون دائماً على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية. أمام حضراتكم رجال وضعوا مصر نصب أعينهم وآثروا على أنفسهم تغليب المصلحة العليا للوطن قبل كل شيء، وهم الآن يعلنون استعدادهم الكامل لتنفيذ أي مهمة توكل إليهم مهما بلغت التحديات. هؤلاء الرجال هم حماة الغرب، رجال المنطقة الغربية العسكرية. والآن مع كلمة قائد المنطقة الغربية العسكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم. بأسمى معاني الإعزاز والتقدير وبأعظم كلمات الترحيب، نرحب بسيادتكم في أحد صروح القوات المسلحة الباسلة بين مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، حماة الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الغربي، التي يصف رجالها بكل شموخ وكبرياء، مؤكدين ولائهم لله والوطن، فخورين بما يحملونه من أمانة الحفاظ على ترابه المقدس، ثابتين على القسم الذي أقسموه بأن يكونوا دائما في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية، مستعدين للزود بأرواحهم لتبقى رايته عالية خفاقة، ويؤكدون لسيادتكم بأن لديهم العزيمة والإصرار في هذه الفترة الهامة والحاسمة من تاريخ الوطن على تنفيذ كافة المهام التدريبية والعملياتية بكفاءة عالية، متسلحين بأعلى درجات الاستعداد القتالي والروح المعنوية العالية، مقدرين ومراقبين التهديدات الحالية والمنتظرة، جاهزين لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي. سيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار تفهمنا لمتطلبات الأمن القومي المصري والعربي ودور قواتنا المسلحة الرائد في تحقيقه، وكما عاهدنا سيادتكم كنا وسنظل دوما طليعة هذه الأمة في تحقيق أمنها القومي في ظل الثقة العالية التي يضعها الشعب المصري في قواته المسلحة.
وامتدادا لتنفيذ المنطقة الغربية العسكرية الأنشطة التدريبية. فقد اشترت المنطقة في المناورة الاستراتيجية قادر 2020 بتنفيذ 18 نشاط تدريبي واصطفاف القوات بستة قواعد عسكرية، والتي عكست ما وصلت إليه قواتنا المسلحة تسليحا وتدريبا وانضباطا. وهذا ما أدى إلى تعاظم نتائج إجراءات التأمين لحدودنا الشمالية الغربية، وإدراكا منا لحجم المخاطر والتهديدات على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الغربي، يؤكد رجال المنطقة بأنهم دائما في أعلى درجات الاستعداد القتالي، وأنهم على يقظة تامة لكل ما يحاط بهم من تهديدات، وجاهزين تماما لتنفيذ كافة المهام. سيادة القائد الأعلى القوات المسلحة، اسمحوا لي أن أتقدم لسيادتكم والقيادة العامة للقوات المسلحة بمزيد من الشكر والعرفان على الثقة الغالية بتكليفي تولي قيادة المنطقة الغربية العسكرية، وأتوجه بالشكر للسيد القائد العام للقوات المسلحة على التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود والتواصل المستمر، مما انعكس على ارتفاع الكفاءة القتالية للمنطقة والروح المعنوية العالية للقوات. كما أتوجه بالشكر والامتنان للسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وللقيادة العامة للقوات المسلحة والأفرع الرئيسية وجميع الهيئات والإدارات، وأتقدم بشكر خاص لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وجميع الأجهزة الأمنية على الدعم المعلوماتي المتواصل. وكل هذا الدعم أدى لوصول المنطقة الغربية العسكرية للمستوى المتميز في تنفيذ المهام، وهذا ما ستلمسونه سيادتكم اليوم من خلال تفقد قاعدة بران العسكرية وقوات الدعم من الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات المظلات والصاعقة. أيضاً باقي القواعد العسكرية المنطقة بكل من السلوم، حباطة، بئر الخمسة، مطروح، سيوة على نفس درجة الجاهزية وفي أعلى درجات الاستعداد القتالي والروح المعنوية العالية، لتظل راياتنا عالية خفاقة. أما الشكر الواجب تقديمه فلرجال المنطقة الغربية العسكرية الذين يتمتعون بأعلى درجات الانضباط العسكري، متسلحين بعقيدة قتالية راسخة، محافظين على ما لديهم من أسلحة ومعدات، عاقدين العزم على تلبية نداء الوطن في كل وقت ومكان. ولأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين ضحوا بدمائهم الزكية فداء للوطن، وتحية إجلال لأبطال القوات المسلحة الذين يؤدون دورهم الوطني بكل اقتدار وشجاعة وفداء في مكافحة الإرهاب الأسود، والمحافظة وأهالي مطروح ومديرية الأمن على ما قدموه، والعمل كالبنيان المرصوص قوة واحدة على قلب رجل واحد من أجل مصرنا الغالية. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى القوات المسلحة، نعاهدكم أن نظل جندا أوفياء لوطننا، أمناء على مبادئ قواتنا المسلحة وخيامها، عاملين على الارتقاء المستمر لأداء مهامنا المقدسة، آخذين بكل أسباب التقدم والرقي، وأن يظل ولاؤنا المطلق لمصر وشعبها العظيم. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات. تمام يا فندم. عميد أركان حرب محمد صلاح محمد قائد الفرقة 21 المدراء اعتبارا من 1/1/2020، استأذن سيادتك في تقديم التوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات داخل منطقة الاصطفاف. تفضل يا محمد. نقطة المشاهدة النقطة 226 علم نبيوة، اتجاه الشمال في اتجاه تأشير السهم الأحمر وعلم امتداده. أهم الطرق على يمين نقطة المشاهدة وعلى مسافة 20 كيلومتر طريق المشيفة السلوم بطول 120 كيلومتر. على يسار نقطة المشاهدة وعلى مسافة 27 كيلومتر
طريق مطروح السلوم الساحلي بطول 218 كيلومتر. أمام نقطة المشاهدة وعلى مسافة 1 كيلومتر طريق براني المشيفة بطول 47 كيلومتر. تصطف بقاعدة براني العسكرية الفرقة 21 المدرعة ومعها قوات الدعم بإجمالي 714 ضابط 5154 درجات أخرى، عدد 1067 معدة ومركبة أنواع، منهم 697 معدة جنزير و370 مركبة عجل على ثلاثة أضلاع. في اتجاه السهم رقم 1 وعلى امتداد شعاع البيارق المميزة باللون الأخضر وعلى مسافة 200 متر تصطف وحدات الدفاع الجوي. في اتجاه السهم رقم 2 وعلى امتداد شعاع البيارق المميز باللون الأحمر وعلى مسافة 250 متر مدفعية الرمل غير المباشر. في اتجاه السهم رقم 3 وعلى امتداد شعاع بيارق المميز باللون الأزرق الفاتح وعلى مسافة 300 متر اللواء الأول مدرع وعناصر دعمه. في اتجاه السهم رقم 4 وعلى امتداد شعاع البيارق المميز باللون الأصفر وعلى مسافة 300 متر اللواء 18 المشاة الميكانيكي وعناصر دعمه. في اتجاه السهم رقم 5 وعلى امتداد شعاع البيارق المميز باللون الأزرق وعلى مسافة 300 متر اللواء 14 المدرع وعناصر دعمه. في اتجاه السهم رقم 6 وعلى امتداد شعاع البيارق المميز باللون البرتقالي وعلى مسافة 250 متر مدفعية الرمي المباشر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات. في اتجاه السهم رقم 7 وعلى امتداد شعاع البيارق المميز باللون البنفسجي القوات الخاصة قوات المظلات وقوات الصاعقة. تم تأمين منطقة الاصطفاف طبقا للتعليمات والأوامر المستديمة الفرقة 21 المدرعة ومع قوات الدعم جاهزة لتنفيذ أي مهمة يا فندم. شكرا محمد. أوامر. يتفضل الآن السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفى وتفقد مدى جاهزيتها واستعدادها. Thank you.
من الخلود.
سيادة الرئيس، على مر التاريخ تثبت لنا القوات المسلحة أنها على قدر المسؤولية التي كلفها الشعب بها، وهم في سبيل ذلك لا يدخرون جهداً من أجل الارتقاء المستمر بقدراتهم وإمكاناتهم ليطمئن ويأمن الشعب المصري ونمضي سوياً في بناء حاضر ومستقبل مشرق لوطن ما زال يستحق منا الكثير. الحضور الكريم مع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. من فضلك اعمل جنبًا سلاحنا أسبوعًا. حارس الشرف جنبًا سلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. القادة والضباط والجنود من أبطال القوات المسلحة وحماة بوابة مصر الغربية، الأشقاء والأبناء من قبائل المنطقة الغربية، أقف معكم اليوم مقدراً ومثمناً لجهودكم المشتركة والمستمرة في حماية وتأمين البوابة الغربية لأمننا القومي الذي هو امتداد وجزء لا يتجزأ من أمن أمتنا العربية وأشقائنا في دول الجوار المباشر. إن ما شاهدته اليوم من جاهزية واستعداد قتالي عال للقوات يعد فخراً واعتزازاً مني ومن شعب مصر العظيم لما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تأهيل وإعداد وامتلاك لمنظومة متطورة من نظم التسليح والمعدات القتالية التي تجعلها قادرة على الوفاء بتنفيذ أي من المهام التي تكلف بها لحماية وتأمين البلاد شعباً ومقدرات وأرضاً من كافة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن بحدوده البرية والبحرية والجوية ومجالها الحيوي. إن الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات صار أمراً ضرورياً وحتمياً في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة لإقامة بيئة مناسبة تلبي الطموحات للبناء والتنمية بعيداً عن الصراعات التي تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التي تقوض إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات وتجارة بشر. ولعل الأزمة الليبية على حدودنا اليوم خير شاهد على حديثنا، تلك الأزمة التي سعت مصر على مدار امتدادها لما يقرب من عقد كامل التحذير من مخاطر وتهديدات تصاعدها. وكان ولا يزال الحرس المصري منذ البداية على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة وسرعة استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن والاستقرار المصري. لقد اتخذت مصر منذ البداية موقفاً استراتيجياً ثابتاً دعا للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية وسلامة وأمن الأراضي الليبية وسرعة استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية
وإعطاء الأسبقية للقضاء على الإرهاب ومنع انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المتطرفة والمسلحة، ووضع حد للتدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تسهم في تفاقم الأوضاع الأمنية ليس فقط في ليبيا وإنما تمتد لدول الجوار والأمن الإقليمي والدولي، وتغذية بؤر الإرهاب بالمنطقة والحفاظ على المقدرات الليبية والتوزيع العادل والشفاف على كافة مكونات الدولة ومنع سيطرة أي من الجماعات الإرهابية على تلك المقدرات، وإتاحة المجال لكافة مكونات المجتمع الليبي في المشاركة لتحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها. انطلاقاً من هذه الثوابت الاستراتيجية اتخذت الحركة المصرية على مدار السنوات السابقة عدة مسارات رئيسية شملت الآتي: الدعم والاحترام الكامل لكافة جهود وقرارات الأمم المتحدة والصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتعاون الكامل مع ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة وآخرهم غسان سلامة، وكذا مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وارتباطاً بحقائق العلاقات التاريخية والحضارية والروابط الأزلية خاصة عبر الحدود بين أبناء الشعبين المصري والليبي، وواقع الترابط الجغرافي والاستراتيجي الذي لا يمكن لأي من التدخلات الخارجية التأثير على مكانتها. كانت الرعاية المصرية للعديد من الاجتماعات التي جمعت كافة مكونات الشعب الليبي من جميع الأقاليم والفئات بالقاهرة في إطار الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ليبية تتوافق مع خيارات الأشقاء في ليبيا وتوحيد المؤسسات الوطنية خاصة العسكرية، وبعيداً عن سيطرة الميليشيات المسلحة المتطرفة وعن أي مصالح وأهداف لعناصر وجماعات ودول خارجية لا ترغب في الخير للأشقاء الليبيين وتتبنى مواقف وسياسات تخدم الاتجاهات الإيثارية وأهداف مشروعات لأطراف لا تريد الاستقرار لمنطقتنا وتعمل على تحقيق أهدافها. من خلال انتهاك السيادة للدول العربية والقوانين والقواعد والأعراف والقرارات الدولية، بل وتسهم في انتقال المقاتلين الإرهابيين ونشر عناصرهم لتغذية بؤر الإرهاب وبناء ملذات جديدة للعنف والإرهاب بالمنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ومروراً بالمشاركة المصرية الفعالة في دعم كافة المبادرات الإقليمية والدولية التي طرحت للتسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، بدءاً من اجتماعات أطراف النزاع في أبو ظبي وباريس وباليرمو وموسكو ومؤتمر برلين، وبها كانت دائماً مصر حاضرة ومؤيدة لجهود السلام. أيضاً كانت مصر على تواصل مع جهود الأشقاء من دول الجوار سواء العربية في تونس والجزائر، وداعمة لاتفاق السخيرات الذي تم توقيعه بإشراف الأشقاء بالمغرب، أو تلك التي تتم من خلال اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى، وكذا داخل المحافل الدولية والإقليمية وبمقدمتها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار ومع التطورات الأخيرة التي باتت تنذر بتصاعد المخاطر والتهديدات ليس فقط لمستقبل الأوضاع في ليبيا بالسماح لسيطرة الميليشيات المسلحة الإرهابية بدعم قوى خارجية تمثل تكتلاً معادياً للمنطقة على الأشقاء في ليبيا ومقدراتهم الوطنية، وإنما لامتداده لدول الجوار ورعاياها والأمن الإقليمي وامتداده للقارة الأوروبية وكذا الأمن والسلم الدوليين. كانت مبادرة إعلان القاهرة الليبية والتي جاءت متسقة مع كافة القرارات والمبادرات الدولية وبصفة خاصة جهود الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، والتي استهدفت
في المقام الأول تحقيق إرادة وطموحات كافة مكونات الشعب الليبي في تحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها بما يعود بالفائدة على جميع أبناء الشعب الليبي، ووضع خارطة طريق لسرعة استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، والتمهيد لذلك باستعادة الأمن والاستقرار من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار على الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف في الوقت الحالي، وانسحاب كافة القوى الأجنبية وأسلحتها ومرتزقتها من الأراضي الليبية، وحل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني، والدفع بمفاوضات المسار الأمن العسكري 5+5. رغم الترحيب والتأييد من القوة الليبية المعتدلة والأطراف الإقليمية والدولية، إلا أن سيطرة القوى الخارجية الداعمة بقوة للميليشيات المتطرفة والمرتزقة على قرار أحد أطراف النزاع لم تسمح بوضع قرار وقف إطلاق النار موقع التنفيذ، وإنما دفعت لمواصلة خرق القرارات الدولية وانتهاك سيادة الدولة الليبية بنقل السلاح والمرتزقة، وتوجيه رسائل عدائية لدول الجوار، وهو ما سجلته التقارير الأممية والأطراف الدولية المراقبة للحدود الليبية. ويزيد على ما تقدم الاستعداد من الميليشيات والمرتزقة بأوامر ودعم قيادات القوى الخارجية، والتي باتت لا تخفى على أحد بعد تداولها بوسائل الإعلام للاعتداء المباشر على مقدرات الشعب الليبي، وتقدماً شرقاً لتهديد حدودنا الغربية ومصالحنا بشرق المتوسط. الزملاء من القادة والأبناء من الضباط والجنود والأخوة من القبائل، إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون، ليس فيما بيننا فقط، وإنما مع أشقائنا من الشعب الليبي والقوى الصديقة للحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنه الميليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة، بدعم كامل من قوى تعتمد على أدوات القوة العسكرية لتحقيق طموحاتها التوسعية على حساب الأمن القومي العربي والسيادة الوطنية لدولنا، تحت رؤية كاملة من المجتمع الدولي الذي لا زال لا يملك الإرادة السياسية لوقف هذه الاعتداءات. إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة حق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي مجلس النواب، وستكون أهدافه الأول حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، الثاني سرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، الثالث حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقاً وغرباً بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية، الرابع وقف إطلاق النار الفوري، الخامس إطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقاً عملياً لمبادرة إعلان القاهرة. الزملاء من القادة والأبناء من الضباط والجنود والأخوات من القبائل، إن مصر العظيمة بشعبها وجيشها لم تكن يوماً من دعاة العدوان والاعتداء على الأراضي ومقدرات أي من الدول، وإنما كانت تعمل على حماية وتأمين حدودها ومجالها الحيوي وتقديم الدعم للأشقاء بالدول العربية، انطلاقاً من أن الأمن القومي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أمن واستقرار الدولة المصرية
يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار دول الجوار المباشر. إن مصر بشعبها العظيم وجيشها القوي كانت ولا زالت تعمل للسلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال المسارات السياسية التي تلبي إرادة وطموحات القوى والشعوب وتحترم القوانين والقواعد وقرارات الشرعية الدولية. إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام والتفاوض مع القوى المعادية والميليشيات الإرهابية والمرتزقة التي يتم جلبهم لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إنما يعني تقديم الدعم للأشقاء عند الطلب لمجابهة التهديدات الخارجية. وفقنا الله لما فيه الخير لبلدنا وشعبنا المصري العظيم وشعوب أمتنا العربية وحماية أمننا القومي والأشقاء في ليبيا بعيداً عن سيطرة الجماعات الإيثارية الإجرامية والميليشيات والمرتزقة المدعومة من القوى المعادية التي تسعى لاستعادة نفوذ مضى زمانه ولا ترغب لأمتنا الخير والأمن والاستقرار، ونحذر من تهديدها للأمن والسلم الدوليين. عاشت مصر دوماً آمنة مستقرة، وعاش جيشها ظافراً منتصراً وسنداً قوياً لها ودرعاً يحمي أمنها وسياجاً متيناً يزود عن عرينها، ودائماً وأبداً تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلام عليكم. عليكم السلام. لمدة منصور بسيس المنفي من القبائل الليبية ممثلا لها، ولو سمحت والحضور الكرام عندي كلمة أرجو السماح لي بتلاوتها على الحاضرين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة الحضور الكرام، شعب مصر العظيم، بالإصالة عن نفسي والوفد المرافق وبالإنابة عن القبائل الليبية أحفاد المجاهدين بقيادة شيخ الشهداء الرمز عمر المختار، يطيب لنا في هذا اللقاء التاريخي بأن نؤكد للعالم أجمع بأننا لم نأتي عابري حدود فقط، وإنما جئنا بكامل إرادتنا للمشاركة في هذا اللقاء التاريخي الهام بقيادة المنطقة الغربية العسكرية بسيدي براني بتشريف سيادتكم، مؤكدين للعالم بأن أمن مصر من أمن ليبيا وأمن ليبيا من أمن مصر، وكذلك ارتباط الشعبين بروابط الدم والمصاهرة والروابط الاجتماعية العميقة والجوار. وبهذا اسمحوا لي سيادة الرئيس والحضور الكريم بأن نوضح لسيادتكم عددا من النقاط كالآتي: أولا، نؤكد دعمنا اللامحدود للقيادة السياسية في ليبيا المتمثلة في البرلمان المنتخب من كافة أطياف الشعب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح قويدر، والقيادة العسكرية المنبثقة عنه بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر. ثانيا، نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير والثناء لما قمتم به سيادة الرئيس في مبادرة القاهرة للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار ليبيا، كما لا يفوتنا بأن نسجل خالص شكرنا للبرلمان العربي والبرلمان المصري على جهودهم المبذولة تجاه دولة ليبيا. ثالثا، نؤكد للعالم أجمع على وحدة التراب الليبي، ونرفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي
وأطماعه في الثروات والموارد الليبية. فنحن لدينا العبرة من الماضي ودروسا واقعية من مآسي الاحتلال الأجنبي الذي كان سببا رئيسيا في نهب خيرات وثروات ليبيا، وترك لنا الجهل والتخلف والفقر، وأخرنا أكثر من 300 عام عن دول العالم. رابعا، نثمن دور جمهورية مصر العربية شعبا وقيادة في الدعم اللامحدود ووقوفها مع مجلس النواب الليبي والقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب والتطرف، والحفاظ على استقرار وأمن ليبيا من الأطماع التوسعية لبعض الدول الإقليمية والدولية، وهو ليس بغريب على جمهورية مصر العربية قلب العروبة النابض، فقد دعمت المجاهدين أثناء فترة الاستعمار. خامسا، نؤكد للعالم بأن الاعتداء الذي وقع لعدد من الجالية المصرية بمدينة ترهونة خلال الأيام الماضية على يد الميليشيات الخارجة عن القانون لا يمثل الشعب الليبي الشريف، وإنه بريء من مثل هذه الأفعال المشينة التي يجرمها العرف والقانون الدوليين. سادسا، ليبيا دولة ذات سيادة، ولا يحق لأي دولة في العالم العبث بأراضيها وسيادتها وحدودها ومواردها وثرواتها. ومن هذا المنطلق نناشد الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بالعالم أجمع بأن تقف مع الشعب الليبي بحزم ضد كل محتدي على سيادة التراب الليبي، وأن لا يكون قانون الغاب هو السائد في عالمنا اليوم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قلب العروبة النابض، باسم القبائل الليبية الشريفة نطالبكم وبقوة لحماية ليبيا والحفاظ على سيادتها وثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبي. وتحيا ليبيا موحدة أبية، وعاشت مصر قلب العروبة النابض. تحيا مصر وليبيا، تحيا مصر وليبيا، تحيا مصر وليبيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفد القبائل الليبية، والسلام عليكم. شكرا جزيلا، واسمح لي يعني أنا كنت أنهيت الكلمة، لكن الحقيقة أنت أو أنتم الحقيقة شيوخ ووجهاء القبائل، سواء كان في المنطقة الغربية عندنا في مصر أو في المنطقة الشرقية أو في كامل ليبيا. نحن في مصر يعني نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا، ولم نتدخل في شؤونكم عبر الأزمة التي مرت على ليبيا وحتى الآن، وكنا دائما مستعدين لتقديم الدعم والمساندة من أجل استقرار ليبيا، وليس من أجل، ليست لنا أي مصلحة. وأنا بقولها يمكن أنا خلصت الكلمة زي ما قلت كده، لكن عشان كلامي يوصل من خلال هذا اللقاء لكل أبناء الشعب الليبي، نحن ليست لنا مصلحة إلا أمنكم واستقراركم، لا نريد غير كده، لا نريد شيئا. وبالمناسبة لن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا، وإحنا مستعدين نساعد ونساند. ده هاتوا النهاردة من شباب القبائل من عندكم وتحت إشرافكم، ندربهم ونجهزهم ونسلحهم تحت إشرافكم. إحنا مش عايزين غير ليبيا المستقرة، ليبيا الآمنة، ليبيا السلام، ليبيا التنمية. يعني من فضلكم انتبهوا إن وجود الميليشيات في أي دولة، وعندنا نماذج كتير، لا تستقر معها الدول لسنين طويلة قادمة. وليبيا دولة عظيمة وشعبها عظيم وشعبها مناضل ومكافح. احنا الكلام اللي بنقوله دلوقتي عشان بس تبقى الأمور واضحة ووصل كل الناس، بنقول الخط اللي وصلت إليه القوات الحالية سواء كان على من جانب أبناء المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية، كلهم أبناء ليبيا، وإحنا بنتكلم مع شعب ليبيا وليس مع
طرف ضد طرف، فلنتوقف على هذا الخط ونبتدي إجراءات مباحثات وتفاوض للوصول إلى حل للأزمة الليبية، وللوصول إلى حل للأزمة الليبية، حل سياسي. إنما إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر، خط بالنسبة لنا خط أحمر. وبالمناسبة إحنا عمرنا ما كنا غزاة لحد ولا معتدين على سيادة حد، ولو كنا إحنا بنفكر كده كنا ممكن نعمل الكلام ده من سنة واثنين وثلاثة واربعة، لكن إحنا احترمناكم عشان إحنا بنحبكم، وما تدخلناش عشان إحنا مش عايزين يذكر لنا التاريخ إن إحنا تدخلنا في بلادكم وأنتم في موقف ضعف. لكن الموقف الآن مختلف، الموقف الآن مختلف. النهاردة الأمور في المعادلة، في معادلة الأمن القومي، في أو الأمن القومي العربي، الأمن القومي المصري والليبي بتهتز. وإذا لم نكن مدركين لذلك ومستعدين لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة اللازمة مننا كلنا، وبقول لما نيجي نقول للقوات دي تتقدم، هذه القوات ستتقدم تحت لا لا استنى لا لا هتتقدم وانتم موجودين فوق منها. ايوه نعم، ستتقدم هذه القوات وشيوخ القبائل والقبائل الليبية على رأسها. نحن طيب اكمل، وانتهت المسألة تخرج بسلام، تخرج بسلام، لان احنا لا نرغب في شيء، والله لا نرغب في شيء الا امن واستقرار وسلامة ليبيا. انا بقول الكلام ده كلام بسيط، انا ارجو ان هو يوصل للشعب الليبي. بالمناسبة اذا تحرك الشعب الليبي من خلالكم وطالبنا بالتدخل، ده اشارة للعالم على ان مصر وليبيا بلد واحدة ومصالح واحدة وامن واحد واستقرار واحد. انا مش عايز بس الناس تسمعني وتفهمني كويس، انا يخطئ من يظن او يعتقد أن حلمنا ضعف، أن الحلم أو الحلم والتعامل مع الأمور بحلم هو ضعف. ويخطئ من يعتقد أو يظن أن الصبر تردد، أن الصبر تردد. لا والله، إحنا صبرنا صبر لاستجلاء الموقف، لإيضاح الحقائق، لكن ليس أبدا ضعفا أو تردد. يخطئ أو يخطئ من يظن أو يعتقد أن عدم تدخلنا في الشؤون، في شؤون الدول الأخرى، هو انعزال أو انكفاء. لا والله، نحن قلنا رأينا خلال السنين اللي فاتت أن التدخل في شؤون الدول قد لا يكون له أو قد يكون له تأثير سلبي على أمن واستقرار هذه الدول، لكن عندما يتعلق الأمر الآن بالتطورات اللي في ليبيا ويعتقد البعض أنه يستطيع بقوة السلاح، أنا بقول بقوة السلاح، لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب، لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب. الخط اللي احنا واقفين عليه ده نحترمه كلنا، ونعمل إجراء مباحثات لإنهاء هذه الأزمة، ونخلي إرادة الشعب الليبي إرادة حرة ليست أسيرة إلا لشعب ليبيا وليس لجماعات أو ميليشيات مسلحة أو متطرفة. انا مش عايز اطول عليكم، ولكن بما ان احنا تحدثنا خارج الـ يعني خارج الكلمه، عايز اقول برضو للشعب المصري، انا شايف ان هو طبعا قلق، وقلقوا من مسار مفاوضات سد النهضه الاثيوبي. انا شايف ان احنا خلال سنوات طويله جدا كنا حريصين على التعامل في هذا الموضوع من خلال التفاهم، من خلال التفاوض، وما زلنا متحركين في هذا الاتجاه. اللي انا عايز اقوله في النقطه دي، عندما تحركنا الى مجلس الامن ولاعطائه الملف، ملف سد النهضه، هو الحرص مننا على ان دايما ان ناخد المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته.
وبأكد مش للشعب المصري، للشعب الأثيوبي. أنا تحدثت معكم للشعب الأثيوبي في البرلمان منذ تقريبا 5 سنوات، وقلت نحن نقدر التنمية في إثيوبيا، وأيضا يجب أن تقدروا الحياة في مصر، ووضعنا أساس أن لا ضرر ولا ضرار لبعضنا البعض. أرجو أن احنا الرسالة دي تصل لكل الشعب الأثيوبي وللقيادة الأثيوبية. احنا محتاجين نتحرك بقوة من أجل إنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق لإبراز إمكانياتنا كدول عاقلة ورشيدة في التعامل مع أزمتها والوصول إلى حلول تحقق المصلحة للجميع. شكرا جزيلا، واسمحوا لي أن أنا أوجه التحية لقوات من فضلكم، أوجه التحية لقوات المصطفى. أنا بشكركم وسعيد بهذه القوة وبهذه القدرة اللي أنا رأيتها النهاردة، وأتمنى لكم كل التوفيق، وربنا يا رب يحفظكم ويحميكم ويحمينا كلنا ويحمي شعب ليبيا وشعب المنطقة العربية بالكامل. أنا وصلتني رسائلكم كلكم، وأنا رسائلكم هتوصلني أكتر من خلال الشعب الليبي إذا تحرك لكي يلقي كلمته. الشعب الليبي له مكان في نفوسنا وفي نفوس الشعب المصري والدولة المصرية. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرس الشرف، كتفان، سلع. حرس الشرف، السلام الوطني، سلام، سلاح. تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية.